عايز أتكلم مع حضراتكم عن أسباب حصول البركة. هو إحنا ليه ما عادش فيه بركة في أرزاقنا؟ فاكرين زمان كانت مصادر الدخل تكاد تكون محدودة، بس كان فيه بركة. كانت جدتي زمان قوي كانت تعمل الأكل وممكن يتوزع منه على الشارع كله. فاكرين الحاجات دي؟ النهاردة مصادر الدخل بقت كتير، بتلاقي الواحد بيشتغل شغلانة واتنين وتلاتة، ومع ذلك الفلوس اللي داخلة ما بتكفيش النفقات. يا ترى ليه؟ يا ترى المشكلة فينا ولا في الزمن ولا في السلع ولا في غلاء الأسعار؟ ولا ما تيجوا كده نفضفض مع بعض 5 دقايق ونصارح بعض ببعض المشاكل. كم واحد بيسمعني وكم واحد بينا أكل مال حرام وهو مش بتاعه؟ كم واحد ظلم إخواته اللي أصغر أو اللي أكبر منه وما ادهمش حقهم في الميراث؟ كام واحد ظلم إخواته البنات وأخد حقهم؟ حد يقول لي إيه علاقة ده بقلة البركة؟ ده أصل محق البركة. شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه؟ من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، وفي رواية من اقتطع مال أخيه بيمينه فلا بارك الله له فيه. يا سلام يا سلام، يا كل واحد ظالم بياخد حاجة مش بتاعته ربنا سبحانه وتعالى مش هيبارك لك، وكفاية عليك سوء إن سيدنا النبي وحبيبنا وتجرسنا عليه الصلاة والسلام دعا عليك وقال لك روح يا شيخ ربنا ما يبارك لك. وسيدنا النبي دعاؤه مقبول لا يرد. حد يقول لي ارجع بالحديث تاني، انا مش فاهم الحديث. من اقتطع مال اخيه بيمينه، طب انا بقى مش هاخده باليمين، هاخده بالشمال. لا يا سيدي، انت فاهم غلط. عبارة من اقتطع مال اخيه بيمينه يعني بالقوة. اليمين بيعبر بها عن القوة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك خلي بالك، ممكن يكون عندك مصدر من مصادر القوة فتقتطع بيها مال حرام، وبعد ما تاخده سيدنا يقول لك الله ما يبارك لك. هل ده يرضيك؟ كمان حاجة بتحصل، الحاجات دي بتحصل ولا لأ؟ أي والله بتحصل، بتحصل كتير قوي قوي قوي. إن في ناس كتير دلوقتي، عشان كده في حجة الوداع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. بأعلى صوتي بنادي وبقول يا كل واحد بياخد مال مش ماله، خلي بالك انت كده بتمحق البركة من عندك. كمان حاجة، سيدنا أنس، الكلام ده كلام سيدنا أنس، كلام يوجع، كلام يخلي القلب يبكي دم بدل الدموع. أخبار وسائل التواصل إيه؟ كم من بيت اتخرب علشان شات بين واحد وواحدة؟ كم من زوجة اكتشفت خيانة زوجها؟ وكم من زوج اكتشف خيانة زوجته وكانت النهاية بالطلاق؟ وكم من بيت عايش دلوقتي وفيه مشاكل والبركة مش موجودة فيه بسبب الخيانة؟ شيخنا انت بتكلمنا عن البركة، ايه علاقة اللي انت بتقوله بالبركة؟ تعالوا هنا بس لحظة واحدة. سيدنا أنس بيقول ما كانت الخيانة في بيت إلا خلت منه البركة. يا ربي يا ربي على الهموم
والمشاكل اللي احنا بنوقع نفسنا فيها. الخيانة لو مسكت في أي بيت بتطرد البركة منه وبتحل فيه، علشان كده لازم نخلي بالنا.